طيب واحد يجي فيلسوف من الجماعة العقلانيين يقول لك معقول النار بتتكلم وما معقول الحجر يتكلم وما معقول البعير يتكلم؟ لا بيتكلم. النبي ما تكلمت؟ ربنا قال عن سليمان حتى أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل هل هدهد يتكلم ولا ما تكلم؟ وتفقد الطين قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو ليأتني بسلطان مبين فمكث غير بعيد قال ليش من الهدهد أحق بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله إلى نهاية الآية من سورة النمل. الهدهد يتكلم والنار يتكلم من القرآن ذاك لو الزول تأمل وقرأ القرآن يجد أن الناس تتكلم. قال الله تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد بنتنفس كما نزلت تعالى. ربنا قال وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ربنا قال في سورة الملك سمعوا لها كلما ألقي فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفوق تتنفس وتتكلم. المهم الشاهد انه النار يوم القيامة تتكلم تقول ربنا وكلني بثلاثة أصناف وهذا ليس للحصر. في ناس كتار يخشوا النار مجرمين ولكن لاستحقاق هؤلاء يدخل النار. وانظر الى صفاته يا عبد الله حتى لا تقع فيها. الزول لما الحديث يسمع عشان ينتهي بهذه الصفات قال بكل جبار عنيد. تعرف الجبار العنيد ده؟ يقول له الله قال والرسول قال يقول لك لا نحن قمنا لقينا انك قاعد يسوي الشغله ما قمنا الشغل الله قال الرسول قال ربنا قال في القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. الرأي بتاعك أنت تتصل بالكتاب والسنة وتجيب عند الكتاب والسنة. ربنا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال بكل جبار عنيد. ربنا قال في القرآن القيام في جهنم كل كفار عنيد قالوا مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ربنا هناك في سورة إبراهيم قال وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب شنو كل جبار عنيد. وكلت اليوم بثلاث بكل جبار عنيد. الجبار العنيد ده أول حاجة ربنا جاب صفاته في الآية قبل في سورة إبراهيم قال الذي جعل مع الله إلها آخر ودي الجزئية دائما حديثا حنقف عندها وقفات سريعة إن شاء الله. جعل مع الله إلها آخر وده أعظم جريمة. شوف ما في جريمة على وجه الأرض من التمديد أو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ما في جريمة أكبر من هذا. الشرك بالله تبارك وتعالى من اعظم الجرائم ومن اكبر الجرائم التي تنسف جميع الاعمال الصالحه. طيب شوف اسلام من غير توحيد ما في. اسلام من غير عقيده صحيحه ما اسلام. اسلام يعني فيه شرك ما اسلام. لكن مسلم ويدعو غيره. يدعو الموتى واصحاب القبور والمشايخ والصالحين والطالحين ده ما اسلام يعني. الاسلام فيه الذي يدعى الله تبارك وتعالى. ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز الذي قال فيه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والذي قال الله تبارك وتعالى أيضا في آية أخرى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. منو يجيب المضطر إذا دعاه؟ الله براه ولا معاه ذول يا ناس؟ مش الله براه؟ دي عقل كل مسلم. لكن في ناس ما رضينا الكلام
كون الناس ينادوا الله براودي ما داري. يقول لك لا والله عندنا ناس جربنا وناديناهم ولحقونا وفزعونا. وربنا قال لك ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالشرك جريمه عظيمه. والجزئيه الثانيه قال ومن دعا مع الله الها اخر. ومن جعل مع الله الها اخر. ربنا قال في القران ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به. شوف اي زول بينادي غير الله لا ما عنده برهان ولا عنده دليل ولا عنده ولا ربع دليل عليه على الشيء اللي يسويه. ربنا قال من لا ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به. ما عنده برهان ولا عنده دليل. فانما حسابه عند ربه انه لا يفعل الكافرين. طيب اقول لك انت الكلام ده يعني بتقول الفائده منه شنو؟ لانه نحن في مجتمع الان تسمع في القصائد وفي المدائن التي تتناقل وسائل الاعلام في الجرائد وفي المنصات السياحيه تسمع المدائن والزول قد يكون ما جاي الخبر مع الموسيقى للكلام اللي بيتقال في المدح في المدح ذاته يقول شنو؟ يقول لك ده مدح النبي عليه الصلاه والسلام، مدح النبي ما في اشكال جائز. لكن انا ضد هذه الاشعار الشركيه. ناس بناديهم بناديهم في كل قضيه بناديهم حيين ميتين بناديهم جمله وفراد بناديهم دي اللي بتحذر الناس منها. قال قبل اللي فوق نادي هذا الزوج، قبل الصعيد نادي عروض الجيل، قبل الشمال نادي الشمال، قبل القدام نادي الهمام من فوق كوار، قبل ورا نادي الشرق. في كل محل هذا له راجل. باقي لك هسه تعرف ده فيه فائده؟ في كل اتجاه هذا غيره. ده مش من الاتجاهات الستة فوق وتحت يمين وشمال وقدام ورا. فالشرك دعاء غير الله عز وجل من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى القرآن ولا بد الزول يتكلم بالقرآن تجيب الدليل طوال. ربنا قال في سورة الأحقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم أي بدعائهم كافرين. كده الانسان يحذر من هذا الصفات. قال ومن جعل مع الله الها اخر. في الدعاء ادعو الله ينادي عبد الله يا صاحبي اليد ما عارف لك يا سريع بالحيل ويا دار العيلة فورا اسرع من التلفون ويا منو. وشوف الشعب السوداني متعلق بشخصيات معينه. يعني انا اكون واقعي شويه، الشعب السوداني متعلق بشخصيات معينه. عندنا الان في اي مسجد من المساجد ولا في السوق ولا في اي مكان قلت للناس يا مسلمين قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فبالتالي الناس تنادي الله وما تنادي ابو بكر الصديق رضي الله عنه. اذا مختلف ما يا ناس الناس تدعو الله وما تدعو عمر بن الخطاب. زول مختلف ما في الموضوع ده ما في ولا غير من الصحابه. يقول لك ايوه كلامهم صح ما في يستدعوا لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان. طيب هل عندنا السودانيين هي المعلقين في العربات وفي البصات البرعي والمكاشفي والبدر وصهر وابشمله وذاك ازرق طيب والدول المانيا هسه عشان يتعادل ولا وين اسبانيا دي برضه ما يدعوا مع الله عز وجل. يقول لك نفسهم. طيب ليه قبل ما قلت نفسهم؟ ما نفسهم قلت لك ما تنادي لانه ما من حقه. ده شيء ما من حقه اصلا. ده حق الله عز وجل. ربنا قال في القران ربنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. كلامكم مش ربنا قال لك لا يملك يكشف الضر عنك ولا يحول كمان عنك. فبالتالي لا يستحق ان يدعى. ودعوا الناس الى ذلك لو سكتوا برضه دعوا الناس. ان كنت في هم وغم فقم وانت ونادي بيا مرغا اتيك بسرعه. يعني ذلك بعد ما رد ورد طالب ورد معه مجموعه. عشان كده ابتدى يقول لك والله يعني القصيدة الفلانية ألفها فلان وفي من أبياته يقول فيها يقول أنا لمريدي حافظ ما يخافه وأنجيه من شر الأمور وبلوته وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكو حاضر الميزان يوم الواقعة. غشوه قال ليت لو جيت معانا يوم القيامة بننجيك وبنتك لك ميزانك وبنقطعك الصراط وبنكبر بنجيك وبنلقي لك الشهادة والحجة. كما جاء في كتاب سراج السالكين ل والبدر او فيما فيما صفات البدر والمناق ولا كده. قال الشيخ بيجيك في اربع حالات او ثلاث حالات. قال
يجيك عند القبر لما تموت الروح بيجي قبرك بيجيك، لما يدخلوك القبر بيجيك، وفي الميزان بيجيك، وفي الصلاة بيقطعك الصلاة. يا ناس الأنبياء يوم القيامة بيقولوا سلم سلم، وكونه يجيك في القبر دي ما بيجيك، ولكنك هو ميت يجيك كيف؟ كان أبو ثلاث من نسأل سؤال، هو ميت ده كم سنة؟ قلت له والله 150 156 سنة. طيب 156 سنة يجيك كيف؟ زي ما نقل جريدة الدار قبل فترة، قال في واحد اتوفى قبل 62 سنة طلع من قبره عمل له لواحدة عملية جراحية وخش ثاني راجل. ستة قال له قال له غالب شو طبع؟ لتالي خشيت المكتب يقوم اليوم القيامة. طيب قائم قبل النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ سؤال لهذا الصوفي وهذا الرجل الذي قام وأجرى عملية جراحية ثم دخل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا أول من ينشق القبر عن جمجمته يوم القيامة. أنت قائم قبل يقول إيه؟ ما مش أساس أدب لا؟ ما بكم إن عارفينه ما بكم، لكن بإحداث تنزلا لنوصل المعلومة لهؤلاء المساكين. يا أخي ما بكم؟ لو قالوا كبوا فوق 2 طن تراب ذلكم والله كان دخلت حي ما يطلع ذلك. حي تدخل تطفي من التراب والمطمورة ويجيب الدلاعب والطين لب لب ثاني لو بقى قش هناي لو بقى أعتى هنا جواب في الدنيا ما بقدر أتعلم. 2 طن ما قلت لكم بها كان؟ والله 2 طن تلكم بها حصان لكم طبعنا. فالمهم دي العقائد الموجودة ولا بد من الناس يعرفوها. يا ناس ده واقعنا، والبلد الآن يوميا ماشية لورا. يقول لك البنزين بقى غالي والغاز زادوه 5 جنيه بقى 105. الغاز الأسواني حتحصل 500 جنيه لطالما في جباب تعبد وطالما في طرق تنشر هذه الطرق الصوفية تنشر هذا الشرك، وفي دعاة الشرك شغالين في القنوات في الإذاعات وفي غيرها من المحطات يقولوا غيرنا من التجارة في قناة النيل الأزرق. وعلى مستوى السودان جايبين واحد قال ابو الشيخ الكباشي، قال من كرامات ابونا الشيخ ابراهيم الكباشي انه يقول للشيء كن فيكون، وربنا اداه الذريه، الذريه حقتك انت حتى قال الشرائع، ربنا قال في سلطه الشورى لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجه ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. الصوفي قال ابو الشيخ بنت الجنب وقال يعني يكون فيكون دي حقته. يا ناس يا مسلمين، من الذي يقول الشيء يكون فيكون؟ الله ولا المكاشف ولا الكباشي؟ الله، ربنا قال في سورة ياسين إنما أمره هو ده الله ولا الكباشي؟ الله، خليك تقول واضح يا لو قالت الكباشي يقول لنا نحن في سورة ياسين ربنا قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ده الله براه، لا معه ملك، لا نبي، لا صالح، لا ولي، وضيع بصريح العبارة، ما تخاف ما تجامل، والتوحيد ده يخليك والله ما بتخاف من ريح. إذا أنت تكون موحد عهدت في الله ما بتخاف من أي حاجة، لا قبر لا قبة لا بيان، لأنه في كثير من القرى تلقى الحلة كلها بس تلقى معلق ولا حلة وتلقى بيان أبو الشيخ كان عمل أي شيء كان جرد من الخشب بتاعه خلاص أنت بعد ثاني مرة بتلقى كلها خلينا نمشي الحق ده بس يقول لك والله شفت الحق ده كسر حق الحق بس خلينا نمشي وكذاب عيسى يقول لك بتصرف ويقول ويفطر الحنك طيب امريكا دي وكرشونا دي ما ضربوها واليهود ضربوها وين الناس اللي نايمين؟ كتب العبوا كده انتوا ما كنتوا اصلا تصرف ويقول والبرع قالوا نزلوا طياره في المبيض انا ما اعرف نزلها ايش قالوا نزلها في المبيض هناك طيب الطياره دي طلبت اليهود ليش ما نزلتها؟ التنزيل اصلا كان في فايده على المهم على العموم هذه العقائد الان تنشر باسم الدين والدين منها براء وهذه عقائد شركية من اعتقدها واعتنقها ومات عليها فلا حق له إلا النار كما قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار تموت على العقائد والله الذي لا إله ولا رب سواه جهنم راسك عليه عقائد منتشرة ولا بد إذا عرفتها توري أمك خالتك عمتك حبوبتك لكن المجتمع الآن كثير من الناس انخدعوا بهذه الطرق وبأبواب الطرق وبهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم أولياء باسم الصلاح والولاية دعوا الناس إلى عبادتهم لك نادينا من الحجر وجبلينا وصوبلينا وإجادات مصيبة أمشي القبة وقول سبع أشواق يا القبة البابا البصير اللحية كفاية يطير قال أبو الشيخ القبة اللبنية أكتب لي حجاب من راسي لا قرعين واحد ثاني قال قال حسن الحسون سيدك كم حسن فوق القوم متحكم كلها قاعدة الآن منتشرة في الكتب في القصائد في العربات دولة تلقاها مكتوبة وكذا وكذا، فالمهم هذا من التنديد ومن جعل مع الله عز وجل إلها آخر، قال ومن قتل نفسا بغير نفس، وهذا الكلام إن شاء الله له تفصيل ويقول الكلام وأنا أقف هذا الحد، جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.